حكينا انه بكتب بجانب الصيغة الكيميائية ارقام لاتينية. هاي الارقام اللاتينية بتدل على تكافؤ الايون الموجب، تكافؤ اي ايون الموجب. هاي هي الارقام اللاتينية جمعت لكم اياها، اللي هي 1 2 3 4 5 6 7 8. هلا بهذا الجدول عنا مركبات كيميائية وبدي اكتب صيغها. يلا هلا صيغة موجودة، انا بدي اطلع على الاسم وبشتغل بالاسم وبتأكد انها صيغة صح ولا خطأ. عندي كلوريد الصوديوم، شو حكيت بداية؟ شو بساوي؟ بكتب رمز كل عنصر. الصوديوم شو رمزه؟ Na. الكلور شو رمزه؟ الكلور Cl. نرجع، الصوديوم رمزه Na والكلور رمزه Cl. الكلور رمزه Cl. هلا تكافؤ الصوديوم 1، الكلور 1، موجب 1 للصوديوم والكلور سالب 1. تكافؤ متشابه في داعي احطه؟ لا. فشو بتصير الصيغة؟ NaCl. شو بتصير الصيغة؟ NaCl. السؤال اللي بعده، انا عندي هيدريد الليثيوم. هلا هيدريد يعني هيدروجين، هيدريد شو معناتها؟ هيدروجين. الليثيوم رمزه Li والهيدريد H. التكافؤ 1 1 متشابه لأنه ضعف، فبتصبح صيغة LiH. أكسيد المغنيسيوم، المغنيسيوم شو رمزه؟ Mg. والأكسيد حكيت معناها O يعني أكسجين. تكافؤ المغنيسيوم موجب 2 والأكسجين سالب 2، تكافؤ متشابه لأنه ضعف، فتصبح الصيغة من شكل MgO. يلا أكسيد الكالسيوم، الكالسيوم رمز Ca، أكسيد يعني أكسجين اللي هي O. التكافؤ أيضا هنا متشابه، ليه؟ لأن الكالسيوم موجب 2 والأكسجين سالب 2، تكافؤ متشابه لا نضعه، فبتصبح صيغة CaO. أكسيد الصوديوم، الصوديوم عندي رمزه Na، الأكسجين الأكسيد يعني O أكسجين. يلا منبادر تكافؤات، الصوديوم تكافؤه 1، مين بياخذ الأكسجين؟ ما بحطه. الأكسجين تكافؤه 2، مين رح ياخذ الصوديوم؟ فبكتبها من الشكل Na2O، بس أكيد الاتنين بصغرها بكتابة الصيغة. الاتنين ما بصير أكتبها هيك لأن بتبين زي الـ20، زي ما كأني كاتبة 20. بكتب Na2O. اللي بعده عندي أكسيد الألمنيوم. يلا الألمنيوم شو رمزه؟ Al. أكسيد يعني أكسجين O. أداة تكافؤ الألمنيوم 3، من رح ياخدها؟ الأكسجين. والأكسجين أداة تكافؤه 2، من رح ياخدها؟ الألمنيوم. فشو بتصير الصيغة؟ Al2O3. هلا اللي بعده، أنا عندي كلوريد النحاس، بس اطلع أنا شو عندي؟ رقم لاتيني. الرقم اللاتيني بدل على تكافؤ مين؟ على تكافؤ الأيون الموجب. كلوريد النحاس، يلا النحاس شو رمزه؟ Cu. الكلور Cl. هلا أنا عندي الرقم اللاتيني 1 عندي النحاس، معناته هون النحاس بأي تكافؤ؟ بالتكافؤ الأحادي 1. والكلور أنا بعرف تكافؤه سالب 1. التكافؤ متشابه لا نضعه، فبتصبح الصيغة من شكل CuCl. CuCl. كلوريد الحديد الثنائي، يعني هون تكافؤ الحديد قد ايه؟ 2. بكتب الحديد شو رمزه؟ Fe. تكافؤه موجب 2، هن كاتبين جنب الحديد الرقم اللاتيني 2. شو يعني رقم لاتيني؟ يعني هو تكافؤ الأيون الموجب. والكلور Cl. Cl تكافؤه سالب 1، ببادل التكافؤات، فشو بتصير الصيغة عندي؟ FeCl2، والواحد ما بكتبه، فبتصبح الصيغة من شكل FeCl2. السؤال اللي بعده، أنا عندي كلوريد الحديد الثلاثي، شو عرفني ثلاثي؟
لأن شو محطوط الرقم اللاتيني؟ 3. يلا يا مس، كلوريد الحديد الثلاثي، يعني أنا عندي تكافؤ الحديد الثلاثي، رمز الحديد Fe تكافؤه موجب 3، والكلور رمز Cl تكافؤه 1. ببادل التكافؤات، فالحديد رح ياخذ تكافؤ الكلور اللي هو 1، ما في داعي أحطه، فبتصبح والثلاثة اللي هي تكافؤ الحديد رح ياخذها الكلور، فبتصبح الصيغة من شكل FeCl. اللي بعدها عند بروميد النحاس، بس بتطلع النحاس شو داخل بأي تكافؤ؟ بالتكافؤ الأحادي. فشو بتصير الصيغة؟ CuBr. هلا ما زالوا هم كاتبين إنه النحاس داخل التكافؤ الأحادي، وأنا بعرف البروم تكافؤ أحادي، فبتطلع صيغة CuBr لأن تكافؤ متشابه لا نضعه. بروميد النحاس الثنائي نفس الشيء، النحاس هون بس تكافؤه 2، البروم تكافؤه 1، ببادل التكافؤات فبتصبح الصيغة من الشكل CuBr.